آفاق العلاقات المصرية التشادية، وإلى أي مدى تساهم تنمية هذه العلاقات في دعم الأمن القومي المصري وكذلك دعم العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام وتفعيل مؤسسات العمل الإفريقي المشترك وكذلك انعكاس كل ذلك على قضايا الإرهاب والمنطقة، نناقشها في هذه الحلقة من المشهد. نبدأ مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة بتلقي هذا الاتصال الهاتفي مع الأستاذة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك يا دكتورة أماني. بيك وأشكرك على الاتصال. أهلا بحضرتك. وفي البداية يعني كيف ترين هذا اللقاء في إطار التعاون بين البلدين الذي يبنى على المصالح المشتركة المتبادلة؟ ماذا تريد مصر من تشاد وماذا تريد تشاد من مصر بالطبع؟ يعني بالمنظور الشامل مصر تريد أن توطد علاقاتها بمجالها الحيوي في إفريقيا بشكل عام، وده بيصب بشكل أساسي في المصالح المصرية وأيضا المصالح الإفريقية. الطرفين يحتاج كل منهما للآخر في ظل التحديات العالمية الراهنة وترتيبات النظام الدولي الجديد. في منظور جزئي فيما يتعلق بالعلاقات المصرية التشادية في أمرين أو محورين مهمين. المحور الأول هو المحور التنموي، بما يعني الإسناد المصري لكل الخبرات التشادية وكل الاحتياجات التشادية التنموية والاستفادة في المقابل من الموارد الأولية التشادية فيما يتعلق بالمعادن والنفط. المحور الأهم هو ترتيب البيئة الإقليمية في وسط إفريقيا، ودي مسألة بتهم مصر جدا لأن ترتيب هذه البيئة في عدد من الدول يساوي إسهاما أو انعكاسا ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي. إحنا عندنا أوضاع متوترة في غرب السودان، عندنا أوضاع متوترة تصل إلى حد الفوضى الأمنية في ليبيا. هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بتشاد، هناك حدود طويلة مشتركة ما بين تشاد وليبيا، لدينا أوضاع متوترة في إفريقيا الوسطى، ولدينا بشكل شامل تحدي أمني أساسي هو تحدي الممارسات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وهذه الدول تشمل إلى جانب الدول المذكورة نيجيريا ومالي وأجزاء من موريتانيا. وبالتالي ترتيب البيئة الإفريقية في ما بين وسط وشرق إفريقيا هو هدف مصر استراتيجي يساوي أو يهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في كل هذه الدول، لأن انهيار أي دولة منها وخصوصا ليبيا يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، على حالة الاستقرار الإقليمي، على الأمن والسلم الدولي، ويؤثر بشكل أساسي أيضا على المصالح لكل دول الدول العربية شمال إفريقيا. نعم دكتورة أماني، يعني كيف يمكن أن يكون يعني العلاقات مع تشاد داعمة للأمن القومي المصري، إضافة لما ذكرتيه حضرتك بالطبع فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتأمين الحدود مع دول مشتركة مثل السودان وليبيا، كما أشرت حضرتك أنها بتعوم في فوضى عارمة، لكن على المستوى الأمثلة والتطبيق كيف يمكن لتشاد أن تحقق للأمن القومي المصري تطبيقات تحافظ عليه؟ ضبط الحدود ما بين تشاد وليبيا يعني عدم انتقال العناصر الإرهابية والأسلحة إلى دول الجوار خصوصا السودان ومصر. العلاقات الطيبة بين مصر وتشاد يضمن حالة من حالات الدعم لاستقرار مؤسسة الدولة في ليبيا، وبالتالي تطويق الوضع الراهن الفوضوي على المستوى الأمني في ليبيا وصولا لحل السياسي. ليبيا هي حجر الأساس في التحركات المصرية الراهنة على الصعيد الإفريقي، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحالة في مصر وعلى الاستقرار الأمني في مصر. يكفي أن أقول لك أن التقديرات تذهب مع دستوكول للسلام، يعني تقديراته بشأن الأسلحة في ليبيا أنها 20 مليون قطعة وأنها على أحدث الطرازات و متنوعة ما بين أسلحة يعني ثقيلة وخفيفة، وربما الوزن الأكبر للأسلحة الثقيلة من مضادات للصواريخ ومدرعات وعربات رباعية. كل هذه الأمور تعني نحن أمام ميليشيات تملك أسلحة يعني كبيرة جدا تهدد الاستقرار الإقليمي
في كل شمال افريقيا وفي كل وسط افريقيا وتهدد بشكل اساسي الوضع الامني في مصر. نعم طبعا زي ما حضرتك اشرتي يعني ضمنا انه تشاد يعني ملاصقه لحدود طويله مع السودان وخاصه اقليم دارفور وبالطبع الحدود الجنوبيه لليبيا، لكن فيما يتعلق باقليم دارفور وهي قضيه ايضا مشتركه وربما الرئيس التشادي ادريس ديبي اكد على توافق الرؤى مع مصر بشكل يكاد يكون متطابق، كيف ترين موقف تشاد في دعم موقف مصر فيما يتعلق بالقضايا السودانيه؟ في علاقة عضوية ما بين دارفور وبين تشاد، القبائل مشتركة وخصوصا الزغاوة، الرئاسة التشادية مؤثرة في مجريات الأمور في السودان. يكفي أن أقول لك أن الزوجة الأخيرة للرئيس إدريس ديبي هي سودانية، ابنة لأحد أهم رؤساء القبائل في دارفور، إذن هي علاقة عضوية تعني أن علاقات جيدة مع تشاد والاتفاقات أمنية مع تشاد تساهم بشكل أساسي في استقرار الأوضاع الأمنية في السودان. الهدف الأساسي الاستراتيجي المصري الحفاظ على وعدم الوصول إلى مراحل من الفوضى تؤدي إلى الشرذمة، لأن وقوع الدول أو يعني انهيار مؤسسة الدولة من الصعوبة بمكان عادتها، ونحن أمام الحالة الصومالية هي حالة مرسلة منذ أكثر من عقدين، وأعتقد أن الرئيس السيسي أشار إلى هذه المسألة بشكل أساسي. الدول التي تنهار لا تنهض ولا تقوم، نعم وهو حاجة. أمر مهدد للأمن القومي لكل إفريقيا الحقيقة، لأن حالة الصومال كما نرى أصبحت مهددة لأوغندا لكينيا، وتعني بيئة مناسبة لكل العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة والتكفيرية. نعم دكتورة أماني، يعني ربما دي ما تكونش يعني اللقاءات الأولى ما بين مصر وتشاد، وربما نكون محتاجين لشيء من التأصيل التاريخي بين الدولتين، لكن يعني دعينا نذهب للماضي القريب. يعني في حفل تنصيب الرئيس السيسي حضر الرئيس التشادي إدريس ديبي، وربما كانت لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب زيارة إلى تشاد في شهر إبريل الماضي، وهناك بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات تعاون بين البلدين خاصة في مجالات الصحة والزراعة يعني اتفق عليها بالأمس. كيف تريني دلالة هذه العلاقات حتى في مداها القريب؟ يعني أولا تشاد من دول الإفريقية المتخمة للدول العربية، هي من دول التقوم العربية شأنها شأن إثيوبيا والصومال وغيرها، وبالتالي من المطلوب أن تكون هناك استراتيجيات عربية شاملة للتعامل مع هذه الدول بشكل إيجابي. من المطلوب أن تعزز مصر علاقتها بكل دول الإفريقية جنوب الدول العربية أو التخوم العربية التخوم الإفريقية للعرب للمقاولين العرب، الحقيقة إسهامات مهمة في 26 دولة إفريقية، وبالتالي ربما لدينا أساس أو يعني نستطيع أن ننمي به العلاقات المصرية التشادية، فضلا عن الروابط الثقافية، لأن ما بيننا وما بين الثقافية والدينية ما بيننا وبين تشاد تاريخيا كبير. صحيح. لدينا مشترك لغوي هي اللغة العربية، ولدينا مشترك ديني وهو الإسلام، وهي أمور نستطيع أن نبني عليها بالتأكيد بالإضافة للاهتمام بالبعد الاستراتيجي والتنموي. ربما هذه النقطة هي التي سأبدأ بها الاتصال التالي. بشكر حضرتك شكر جزيلا دكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتحاول مع حضراتكم مشاهدين الكرام لاتصال آخر مع معالي السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا. مساء الخير معالي السفيرة. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، ويعني ربما توقفنا مع الدكتوره اماني عند النقطه المتعلقه بالمشترك بيننا وبين تشاد فيما يتعلق باللغه وفيما يتعلق بالديانه، ربما اكثر من 55% من اهل تشاد يدينون بالاسلام، ويعني كما تعلمين حضرتك انه كثير منهم يتكلمون العربيه، هل دي ممكن تكون اسس لتعاون مشترك ما بين الشعبين إن صح التعبير الشقيقين بالفعل على المستوى الإفريقي أيضا على المستوى العربي؟ بالتأكيد طبعا، اللغة عنصر مهم جدا. نعم. وعامل داعم لأي علاقات ممكن أنها تقوم.
واحنا بالمناسبه احنا في بيننا وبينهم طبعا استغلالا للغه العربيه، احنا دعمناهم باساتذه لغه عربيه وفتحنا قسم للغه العربيه في جامعه شاذ. نعم. وده في حد ذاته اعتقد ان هو كان له نتائج على الدارسين اللي هم خرجوا من هذه الجامعه. لكن انا بالاضافه للكلام اللي قالته الدكتوره اماني طويل، وهو طبعا هو كله كلام انا بضم صوتي ليها يعني. نعم. انا عاوز اضيف بعد اخر وهو بعد الامن القومي. نعم. بعد الامن القومي ده بعد مهم جدا في علاقتنا بتشاد. معالي السفيرة، الحقيقة وأنا آسف لمقاطعة حضرتك طبعا، لكن الحقيقة أبعاد الأمن القومي كثيرة، لكن هل من بينها وفي ظل هذه الأحداث وهذه التطرفات الفكرية والإرهاب التي تعيشها المنطقة، وبالطبع كان للأزهر دور كبير في كثير من الدول الإفريقية خاصة تشاد، هل يمكن أن يعول على الأزهر في تصحيح الأفكار وفي محاربة الإرهاب فكريا، ويكون بالتأكيد لتشاد يعني نصيب من هذا الدعم؟ هو طبعا احنا ممكن نعول على الازهر لو تم تطوير دور الازهر وكيفيه قيامه بالتحرك. نعم. لانه انا عندي مشكله طبعا انه الازهر مثلا لو المبعوثين لا يتحدثون اللغات الافريقيه او اللغات حتى الاوروبيه المتداوله في افريقيا، فبيكون من الصعوبه عليهم بمكان ان هم يقدروا انه يقوموا بمهامهم. ناحية تانية ان هم لو ما كانتش مثلا رواتبهم كافية، ده برضو بيؤدي الى ان هم بيبقى فيه صعوبة عندهم في التحرك وفي غيره. يعني انا قصدي ان هو محتاجين لتطوير لدور مبعوثي الازهر، وانا اعتقد ان في جهد بيتعمل في هذا الموضوع في الوقت الحالي، وانه في توجه كمان لانه يعني تطوير دور الازهر من خلال اضافة اللغات. لكن نعم. حضرتك احنا عندنا برضو برجع تاني لنفس النقطة، لانه المنطقة بتاعت الساحل والصحراء اللي هي تشاد فيها واللي احنا فيها دي منطقة فيها دلوقتي الاوضاع اللي طبعا اللي احنا عارفينها في ليبيا، وعندنا نعم. المنطقة بتاع اللي في مالي واللي بيجرى في مالي، وعندنا في نيجيريا، وعندنا في الصومال، كل دي دول اعضاء في منطقة الساحل والصحراء. المنطقة بتاعت تشاد ومصر وشمال أفريقيا في عندنا تجارة السلاح اللي هي نتيجة للي حصل في ليبيا، عندك التهريب بتاع المخدرات في عملية صعبة جدا قائمة، تهريب البشر من برضو الأشياء القائمة. الحقيقة احنا محتاجين لجهد، وأنا سعيدة بهذه الزيارة لأنه أكيد حصل فيها نوع من التنسيق بالنسبة لهذه الموضوعات. نعم، لكن إضافة لهذه الموضوعات تم الاتفاق مبدئيا على يعني إمداد تشاد بخبرات مصرية سواء في المجال الطبي أو في المجال الزراعي، ويعني كما تعلمين حضرتك أن السياسة بتبنى على المصالح، يعني كيف تثمنين مثل هذه الخطوات المصرية مع تشاد يعني استردادا لما كانت مصر في إفريقيا بصفة عامة؟ هي طبعا خطوات هامة جدا، ويمكن احنا يعني بالذات التعاون مع تشاد في هذه المجالات بدا منذ فتره. نعم. مش بس المره دي، يعني لانه كان في نشاط الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا، كان نشاط قوي بالنسبه لتشاد، وكان في دكاتره برضه، وكان في اساتذه، فكل ما طبعا تم خلق مصالح مشتركه ما يسمى بالصيغه الربحيه اللي هي بتحقق الربح للطرفين، ده كل ده بيبقى رابط قوي جدا بالنسبة لعلاقات أي دولتين يعني. نعم. طبعا حضرتك معالي السفيرة تعلمين جيدا موقف تشاد من مصر بعد ثورة 30 يونيو، وكيف دعمت تشاد موقف مصر في استرداد مكانتها في الاتحاد الإفريقي. هل على نفس المستوى يمكن أن يكون لتشاد مكانة خاصة مثلا في جامعة الدول العربية؟ يعني هو كان في اقتراح طبعا ايام وزير او الامين العام السابق عمرو موسى. نعم. انه تشاد تكون من دول التي تنضم الى جامعه الدول العربيه، ولكن واضح انه لم يتم البناء على هذا الاقتراح. نعم. لو انضم تشاد اعتقد ان ده هيكون مفيد جدا، زي ما احنا عندنا جيبوتي، دوله جيبوتي مثلا، وجزر القمر. نعم. والأفريقية. صحيح. ولكن برضو انضمامها لجامعة الدول العربية يعني أضاف ثراء للجامعة، وخصوصا ان احنا عندنا 11 دول عربية أفريقية موجودين،
وده كمان بينمي من طبعا اللغة العربية اللي بدأت في بعض هذه الدول يعني تندثر لصالح لغات أوروبية. فانضمامهم لجامعة الدول العربية طبعا هيفيد وهيدعم من التعاون العربي الأفريقي بصفة عامة اللي احنا بنسعى إليه. نعم، علي السفيرة، يعني ربما يكون من باب التأكيد وتذكير بأنه زيارة رئيس الوزراء لتشاد في شهر إبريل الماضي كانت بتستهدف بالتأكيد استرداد مكانة مصر في إفريقيا، هل يمكن التعويل على مثل هذه الزيارات والاتفاقيات أم أنه مصر في حاجة لبذل جهد أكبر لتعويض ما فاتها في القارة السمراء على مدى عقود كما تعلمين حضرتك بالتأكيد؟ يعني هو طبعا هي الزيارات مهمة، وتبادل الزيارات يعني إن كان بيقوم بشيء بيعمل عملية تليين مبدئية، وزي ما يكون بيديني المفتاح اللي بس تدفع العلاقات، ولكن ما لم يتبع ذلك يعني متابعة من كافة الجهات المعنية وفي كافة أوجه العلاقات، لأن احنا عندنا قطاعات مختلفة ممكن نشتغل عليها زي ما حضرتك ذكرت الزراعة مثلا معاهم، احنا كنا بنتكلم قوية تشد طلبت قوافل طبية وإقامة مركز صحي عندها، نعم قوافل الطبية كل الموضوعات حتى الثقافية والفنية، يعني انا صحيح. ليه ما بتديش اروج مثلا الافلام كده في دولة في عندها لغة عربية صحيح. ممكن ان هو نبتدي نشتغل فيها، ده هيكون في فايدة بالنسبة لنا وبالنسبة صحيح. لنا القوة الناعمة مرة تانية يعني بالضبط كده، نعم صحيح صحيح. بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية، معالي السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية سابقا للشؤون الإفريقية. مشاهدينا الكرام، نذهب لنتابع هذا التقرير حول تفاصيل الزيارة وما تضمنته من اتفاقيات مشتركة. مصر تعود بقوة إلى أشقائها في إفريقيا باعتبار ذلك من ثوابت السياسة المصرية، هذا ما أكده الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه والرئيس التشادي إدريس ديبي الذي قام بزيارة رسمية إلى القاهرة. القمة المصرية التشادية أكد خلالها الرئيسان المصري والتشادي توافق الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما إعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة والأوضاع في السودان ودول منطقة الساحل، بالإضافة إلى الاتفاق على توقيع مذكرتي تفاهم فني بين البلدين في مجالي الصحة والزراعة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أن المباحثات أكدت عزم مصر على مواصلة دعمها لبرنامج بناء القدرات التشادية في جميع المجالات وفقا لأولويات الجانب التشادي، ومن خلال التعاون مع الأزهر الشريف وكذلك برنامج الوكالة المصرية للشراكة والتنمية. ومن جانبه وصف الرئيس التشادي إدريس ديبي العلاقات بين مصر وبلده بالممتازة على الأصعدة كافة، مشيدا في الوقت نفسه بافتتاح مصر للطيران لخط جوي يربط بين البلدين. وأكد ديبي أن بلاده تسعى إلى مزيد من التعاون في قطاعات الزراعة والصحة والتجارة في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين لتحقيق ازدهار الشعبين. وخلال الزيارة عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقاء مع الرئيس التشادي، شهد خلاله توقيع بروتوكول للتعاون الطبي بين مصر وتشاد، حيث أكد محلب عمق العلاقات المصرية التشادية مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على المستويات كافة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من المشهد لدراسة آفاق العلاقات المصرية التشادية، وللمزيد من الرأي والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عباس شراقي الأستاذ بمعهد ومركز الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور عباس. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وفي البداية كيف تقيم هذه الزيارة، زيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى القاهرة بالأمس، وما نتج عنها من اتفاقيات في مجالات من بينها بالطبع الصحة والزراعة، وكما أشار التقرير قبل قليل تدشين خط جوي بين البلدين؟ هو الحقيقة يعني العلاقات المصرية التشادية واحدة من العلاقات الكبرى اللي مصر دلوقتي بتؤكد انها عادت الى القارة الافريقية وبقوة
يعني شديدة جدا. لسه كان عندنا الأسبوع الماضي رئيس غينيا الاستوائية، وبالأمس واليوم عندنا رئيس التشادي، ويمكن بعد بكرة فيه رئيس أفريقيا الوسطى، ويمكن عندنا وزير الري سافر النهاردة جنوب السودان لتنفيذ الاتفاقيات اللي تمت، وكان عندنا سيلفا كير الرئيس جنوب السودان كان موجود في مصر من حوالي عدة أسابيع. فالحقيقة هذا يعني تدويق للدور المصري والعائد بقوة إلى القارة الإفريقية. نأتي لتشاد. تشاد إحدى دول الجوار بالنسبة لليبيا، وإحنا عارفين موضوع الأمن داخل في منطقة الشرق الأوسط وما حول ليبيا وموضوع تهريب الأسلحة. فإذا من أحد الموضوعات المهمة اللي يعني تم مناقشتها مع تشاد هي موضوع الوضع الأمني في المنطقة والنواحي الإرهابية، وبالتالي يعني كان لابد من النقاش مع إحدى دول الجوار لليبيا وهي تشاد. بالناحية الاقتصادية طبعا احنا هنعمل مؤتمر في مارس القادم، وبندعو جميع الدول خاصة الدول الإفريقية للحضور في هذا المؤتمر والمشاركة فيه، ولمزيد من التعاون الاقتصادي لتنمية مصر و القارة الإفريقية. من ناحية الوضع الصحي احنا شايفين القارة الإفريقية للأسف بتعاني مشاكل صحية كبيرة جدا، وعلى رأسها يمكن كان مرض الإيدز ودلوقتي فيه الأمراض الجديدة الإيبولا مثلا في غرب إفريقيا. نعم الإيبولا طبعا هو هنا فيه يعني فيه مواقف بتتخذ من الحكومة المصرية مع الحكومات الإفريقية للحد من انتشار هذا المرض من الدول اللي ظهر فيها خاصة في غرب إفريقيا من الوصول إلى هذه الدول. ومن الناحية الثقافية مصر دائما يعني عندها بعثات للأفارقة، عندنا الأزهر كان وما زال وسيظل إن شاء الله يعني منارة للعلم في العالم كله. الأزهر به آلاف الطلبة وخاصة الطلبة الأفارقة موجودين في حتى في الفترات اللي بنقول مصر بعدت فيها عن إفريقيا، الحقيقة ما كانش الأزهر بعيد أبدا. الأزهر يعني كان وما زال مستمر في بعثاته للطلاب الأفارقة، وطبعا هنا خاصة دول الجوار بنتكلم على دول حوض النيل، بنتكلم على تشاد. فالحقيقة يعني الأزهر مفخرة لمصر وللقارة الإفريقية بما له من دور كبير في نشر الثقافة. لكن هل هناك تعاون عسكري بيننا وبين تشاد دكتور عباس؟ هو الحقيقة لم يعلن، لكن يعني لا مانع من وجود يعني مثل غالبا العلاقات العسكرية بتبقى يعني بعيدة شوية عن الضوء، لكن هناك علاقات خاصة في مواجهة الإرهاب. هذا بيتطلب فعلا مشاركة عسكرية للقضاء على الإرهاب، لأن احنا عارفين ان في بعض المتسللين خرجوا من ليبيا من الجنوب عن طريق تشاد، وممكن بيدخلوا السودان ويتم مثلا تهريب بعض الأسلحة من السودان من عبر الحدود المصرية السودانية وليس من ليبيا لمصر مباشرة. فهذا اتجاه، فطبعا لابد من التعاون العسكري للحد من هذا الإرهاب. نعم. طبعا مصر احنا يعني بنأمل ان مصر يبقى لها مقعد في مجلس الامن في 2016-17، محتاجين دعم الدول الافريقية. صحيح. احنا دلوقتي عايزين الاصوات الدول الافريقية بما فيها تشاد وبقية الدول الافريقية لمساندة مصر في الحصول على هذا. هو طلب مصر حتى مرتبط ب يعني نقل المطالب الافريقية الى الساحة الدولية. بالضبط كده. فطبعا مصر هتعبر عن الصوت الافريقي في الامم المتحدة. طبعا احنا عندنا ان شاء الله مشروع قناة السويس احنا شغالين فيه دلوقتي، وبإذن الله نفتتحه في أغسطس القادم، ويعني بنرحب بكل رؤساء الدول الإفريقية أولا وبقية دول العالم للحضور ولهذا الاحتفال الكبير اللي هو ان شاء الله يبقى فيه احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة. بالإضافة طبعا تشاد معروفة ان فيها مشروعات كبرى للشركات المصرية خاصة المقاولين العرب، ونفتكر ان زياره المهندس ابراهيم محلب للدول الافريقيه كان اولها تشاد، لان هناك مشروعات مصريه بينفذها المقاولين العرب اللي هو فعلا واجهه مشرفه للدور المصري في ما هي نوعيه هذه المشروعات دكتور عباس محلب؟ مشروعات بنيه اساسيه مثل رصف طرق وعمل كباري وانشاء مباني كبرى. فهذه المشروعات يعني الحقيقة لما الواحد بيروح الدول الإفريقية
ويرى دور المقاولين العرب. المقاولين العرب حاجه بيفتخر بهذه الشركه الكبرى، وعايزين يا ريت يكون في عده شركات في مستوى المقاولين العرب بتعمل في هذه الدول الافريقيه. نعم، لكن بوضع دوله تشاد يعني كدوله حبيسه في الجغرافيا ليس لها يعني منافذ بحريه، هل هناك مشروعات ممكن تكون متاحه لمصر بالتعاون مع تشاد داخل تشاد بالطبع؟ هو طبعا هو فيه يعني مصر ترحب بالمشروعات التجاريه والاستثماريه من تشاد والى مصر والتصدير عبر مصر او مشروعات تتم داخل تشاد نفسها. فيعني التنميه احنا محتاجين، تشاد دوله صحراويه وهي فعلا زي ما حضرتك ذكرت دوله حبيسه واكتشف فيها البترول حديثا. تشاد لاول مره اصبحت دوله مصدره للبترول رغم انها دوله حديثه، لكن فيه عندنا كميات البترول الموجوده في جنوب السودان ممتده الى داخل تشاد. فتشاد بقى اصبح مواردها بقت احسن حالا من الماضي، وعندها دلوقتي ثروه بتروليه، وبالتالي هي محتاجه برضو دعم من الحكومه المصريه في تنميه الثروات الطبيعيه وخاصه يعني البترول، وعندها بعض المعادن في داخل تشاد. فمحتاجين تنميه، محتاجين في مجال التعليم ومجال الصحه والمجالات الاقتصاديه بالدرجه الاولى. لكن على ذكر انها دوله صحراويه صعب ان يكون في مشروعات استثماريه في المجال الزراعي داخل تشاد. لا، هو الحقيقه احنا يعني ربنا وهب الدول الصحراويه خاصه يعني تشاد وليبيا، وهذه دول صحراويه ليس لديها امطار. في تشاد عندهم بحيره تشاد. نعم. وهذه البحيره من المفروض انها كانت من اكبر البحيرات الافريقيه، ولكن من حوالي 60 سنه الامطار قلت في هذه المنطقه، بما مما جعل ان سطح البحيره انكمش بنسبه 95%. يعني تخيل ان دلوقتي البحيره 5% فقط من حجمها الطبيعي من 60 سنه فاتت. والحقيقه اللي زود المشكله في منطقه تشاد وهي ان زياده عدد السكان حوالين البحيره والاستهلاك الزائد من هؤلاء السكان نتيجة الزيادة مع قلة الأمطار ده زود المشكلة. فلكن يعني ربنا حمى هذه المناطق بمياه جوفية، وبالتالي تشاد حاليا وزي ما احنا بنعمل دلوقتي في بعض المناطق الأخرى في جنوب السودان وغيرها حفر أبار مياه جوفية. ليبيا بتعتمد على المياه الجوفية بنسبة 95%. فتشاد دلوقتي كانت بتعتمد على بحيرة تشاد، ولكن ممكن انها دلوقتي تعتمد على المخزون الجوفي من المياه الجوفية. ومصر لها يعني خبرة وباح كبير في مجال الموارد المائية خاصة المياه الجوفية. ربما هذا الملف سأفتحه بالتفصيل مع ضيفي اللاحق بعد حضرتك دكتور عباس، لكن يعني في النهاية هو سؤالي الأخير، إلى أي مدى بترى ما أعلن عنه بالأمس من تطابق الرؤى حول الموقف من ليبيا ودعم المؤسسات الليبية الشرعية وفي مقدمتها البرلمان الليبي والجيش الوطني؟ هو الحقيقه يعني لا احد يختلف على ان يعني اعطاء الفرصه للجيش الوطني الليبي ان هو يعني يسيطر على الاوضاع في ليبيا، لان احنا بنتمزق لما نشوف الوضع في ليبيا وان في القتال وان ليبيا تدمر، ونشوف يعني اللي حصل في العراق بيحصل في ليبيا. وليبيا هي دوله مجاوره يعني احنا لنا معها اكثر من 1000 كيلومتر حدود، بالاضافه لان ليبيا من ايام القذافي كان عندها العديد من الاسلحه المخزنة. طبعا مع حالة الانفلات الامني الموجود في ليبيا هذه الاسلحة تناثرت في جميع الجهات، وللأسف يعني نلنا منها ما نلنا عبر الحدود المصرية او السودانية، ومما سبب هو يعني يمكن سبب يعني نسبة كبيرة من الارهاب اللي حصل في مصر، لان معظم هذه الاسلحة مهربة من ليبيا. فطبعا الاتفاق التشاد يعني تحب انها ايضا تعيش في امان، يعني تهريب الأسلحة يهدد أي دولة بتنتقل إليها هذه الأسلحة بما فيها تشاد نفسها. وتشاد يعني هي يعني تحتاج إلى حماية نفسها وإلى أن تعيش في هدوء وأن تعيش في مأمن من هؤلاء الإرهابيين. فأكيد في تطابق في وجهات النظر ما بين تشاد وبين مصر وبين الجزائر وتونس، كل هذه الدول يعني تريد الحفاظ على الحدود الليبية، أن يعني يتم عمل طوق للإرهاب داخل ليبيا والقضاء عليه، وإن شاء الله سوف ننجح في ذلك بإذن الله. بإذن الله. بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة الأستاذ الدكتور عباس شراقي، الأستاذ بمركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، وأتحول مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى ضيف آخر هو الدكتور زكي البحيري الخبير في الشؤون الإفريقية ومياه النيل. أهلا بك دكتور زكي.
اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، ربما تكون حضرتك استمعت الى جزء من هذا الاتصال الهاتفي السابق مع الدكتور عباس. اسمح لي ان ابدا مع حضرتك ربما من نفس النقطه قبل الاخيره، وهي المتعلقه بحجم المياه داخل تشاد، والى اي مدى يمكن ان يكون ذلك مبررا لتعاون مصري تشادي في مجالات لها علاقه بالزراعه والري. اولا هو طبعا يعني الامور بتعكس اتساع الدور المصري مره ثانيه في القارة الإفريقية. نعم. بعد الانحصار الذي حدث لمدة ثلث قرن تقريبا. نعم. في عهد مبارك جعلنا نخسر كثيرا من مكانتنا في القارة الإفريقية. نعم. طبعا هذه العودة، يعني هو حتى كمان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زار الجزائر وزار غينيا الاستوائية وزار السودان وتحدث مع دي سالين رئيس وزراء اثيوبيا فيما اتصل بصدر النهضه وغيره. لكن بالنسبه للتشاد طبعا قدوم رئيس الجمهوريه التشاديه ادريس ديبي الى مصر، ده يعني ان مصر اصبحت يعني ملتقى حقيقي ان شاء الله للبلدان الافريقيه. هو ربما الحقيقه بالامس الدكتور ادريس ديبي انهى كلمته يعني بمقوله تحيا مصر وتحيا تشاد ويحيا التعاون المشترك بين الجنوب والجنوب. ربما الى اي درجه بترى انه كان الرئيس التشادي سعيدا بهذه الزياره؟ أكيد إن هو حتى إفريقيا كلها وحتى في كينيا في الزيارات اللي جرت من الوفود الشعبية في كينيا، هم قد إيه هم مقدرين كل التقدير لحركة الديمقراطية والتحرر والثورة الحقية والتي تنادي بالعدالة الاجتماعية. لأن إذا كانت ثورات في الستينات قامت في إفريقيا لكنها كانت ثورات سياسية في الواقع لم تحقق العدالة الاجتماعية، هذه لا تتحقق إلا عن طريق ديمقراطية حقيقية، وهذه ربما تكون مصر مدخلها إلى القارة الإفريقية بإذن الله. طبعا بالنسبة للتشاد كمان، هي كما ذكر الدكتور عباس الشرائي بأن هي طبعا منطقة بدأ التصحر يزيد عليها في المنطقة الشمالية كما حدث بالنسبة لدارفور في الشمال، ودي أحد المشاكل بالنسبة لدارفور أن التصحر اللي جرى في الشمال جعل الرعاة ينزلوا إلى الجنوب وبالتالي يحتكوا بمناطق الزراعة فحصل بينهم الاحتراب اللي جرى ده. لكن في كل الأحوال هي تشاد طبعا كدولة إفريقية، وهي كمان فيها هي دولة نسبة كبيرة من المسلمين وكثير منهم بيتعلم هنا في معهد الدراسات الإفريقية وفي بعض الجامعات المصرية، وهم كمان بيتحدثوا اللغة العربية في الجزء الشمالي، وهي دولة مهمة طبعا من ناحية التطور الاقتصادي الأخير في الفترة الأخيرة. ربما الطريق اللي بيقترح عمله في غرب النيل اللي هو في مكان طريق الأربعين من إمبابة في غرب القاهرة إلى الجنوب عند الفاشر وعند الأبيض في السودان، ربما هذا الطريق لو جرى تحقيقه يؤخذ منه خط إلى تشاد لأنها مجاورة مباشرة. وقد إيه تشاد كانت مؤثرة على تطور القضية الخاصة بدارفور، لأن إسرائيل كانت استخدمتها فترة معينة كمدخل لها في تزويد الحركات التمرد في دارفور في هذا المنطقة. قد إيه إن تشاد شيء مهم جدا في قلب إفريقيا، وهي مؤثرة أيضا على حركة إنها تكون في موقف دفاع عن ضد الحركات الإرهابية حتى في افريقيا الوسطى. لكن اسمح لي قبل ان نغادر النقطه اللي ذكرتها منذ قليل دكتور زكي، وكذلك في ليبيا في الشمال حيث انها مجاوره لها من الجنوب، وطبعا دول الجوار الليبي بتراهن دلوقتي على انها تقضي على حركات الارهاب في ليبيا وفي المنطقة اللي هي في شمال إفريقيا بشكل عام. هو حضرتك كما تعلم الحدود بين تشاد والسودان وليبيا، وحضرتك منذ قليل أشرت إلى طريق الغربي الذي يصل بطريق الأربعين، هل يمكن أن يصل إلى تشاد مثلا عن طريق سكة حديد مثلا أم طريق آخر؟ يعني والله حضرتك هو دي تصورات على كل حال، لأن هو كان طرح أيضا أن ينعمل طريق نهري في نهر النيل ويعالجوا مشكلة أن بيقابلهم سدود ويقابلهم قناطر وحاجات من هذا القبيل. هذه كانت فكرة مطروحة من جانب وزارة الري ربما والخارجية وكده.
لكن إذا كان هذا الطريق أو الطريق الآخر اللي هو غرب النيل أو هذا تصور آخر إذا تم وهذا يجب أن نتطلع إليه، فيمكن أن يؤخذ منه طريق إلى 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 تشاد، ده مؤكد، لأن البلدين مجاورين وهم كمان حتى فيهم يعني في قبائل موجودة نصها في تشاد ونصها في دارفور في السودان، زي قبيلة الزغاوة مثلا على سبيل المثال. نعم. وحتى الرئيس إدريس ديبي من أحد هذه القبائل اللي هي مشتركة ما بين البلدين. نعم، بشكرك شكر جزيل الدكتور زكي البحيري الخبير في الشؤون الإفريقية ومياه النيل. وبنتحول إلى الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام والخبيرة في الشؤون الإفريقية. أهلا بك يا أستاذة أسماء. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وكيف تريني من هذه الزيارة تحقيق للأمن القومي المصري كما أكد على ذلك بالأمس؟ نعم، أعتقد أن الزيارة هي زيارة مهمة للغاية، وهي ليست زيارة منفردة، هي حلقة في سلسلة زيارات كان في مصر منذ أيام قليلة رئيس غينيا الاستوائية، وقبلها رئيس جنوب السودان ورئيس دولة السودان، وهناك رؤساء أيضا أفارقة سيزورون مصر قريبا. هو تأكيد على أن مصر في الاتجاه الصحيح لتوطيد علاقاتها بشقيقاتها الأفريقيات، وتشاد بالنسبة لنا هي دولة مهمة للغاية، هي دولة قريبة لكنها كانت بعيدة، الآن نحاول أن نقرب المسافات عبر خط الطيران الذي تم الاتفاق على إنشاؤه لأول مرة بين البلدين. نعم. منذ في زيارة رئيس الوزراء لتشاد قبل أشهر. نعم. والآن يتم تعزيز هذا التواصل ومحاولة الاتفاق على خط بري، أعتقد أنه سيكون امتداد للخط القديم درب الأربعين الذي كان يأتي لدارفور، ودارفور هي مجاورة تماما لتشاد، ويمكن أن يكون هناك إحياء لهذا الخط القديم الذي سيكون فيه فائدة كبيرة، لأنه عندما تتوجه العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري لتشاد فإننا نعني أننا نكون قد وصلنا إلى دول جوارها أيضا، لأنها في قلب القارة الأفريقية يجاورها الكاميرون ومالي، وبالطبع تشاد دولة مهمة لمصر على المستوى الاستراتيجي، هي مجاورة لليبيا التي تشهد أحداث جسام هذه الأيام، وأيضا مجاورة للسودان أيضا الذي هو عمق استراتيجي لمصر ومهم على كافة المناحي. نعم، كما أشرت حضرتك، إذن مصر تسير في الطريق الصحيح في علاقاتها الآن بالدول الإفريقية وخاصة المجاورة، هل يمكن اعتبار ذلك بمثابة صحوة كانت مطلوبة وهي أمر حتمي بالنسبة لمصر وخاصة فيما يتعلق بتعاون المصالح المشتركة؟ نعم، هي صحوة، ويجب أن يتعزز هذا المسار ولا يكون منوط بأجهزة الدولة وحدها، يجب أن تتكامل فيه كل القوى المصرية، النخب والهيئات الثقافية والعلمية، يجب أن يكون هناك اتجاه شامل للعودة للقارة الأفريقية، هذا الاتجاه يتعزز بالعمل الداخلي لرفع وعي المصريين بالانتماء لقارتهم الأفريقية، وأيضا بتعزيز تواجدنا في هذه الدول الذي سيكون فيه فوائد جمة في كافة المجالات، في النواحي الاقتصادية، في الاستثمارات المصرية، في تبادل السلع وتقديم الخدمات في هذه الدول، المصالح المشتركة معها. نعم، يعني من بين الأمثلة زي ما حضرتك تعلمين بالطبع كان هناك بالأمس اتفاق على تعاون في مجال صحي وربما زراعي أيضا، وهناك إشارات لتصدير الدواء المصري إلى تشاد، هل هذه هي الخطوات التي يمكن البناء عليها في المصالح المشتركة ما بين البلدين؟ تشاد هي دولة بكر، دولة غنية بمواردها الطبيعية، بالبترول، بالثروة الحيوانية، بالأراضي الزراعية، ومنذ وقت مبكر كانت هناك علاقات وطيدة تربطنا بتشاد منذ عصور قديمة، وفي العصر الحديث كانت مصر حريصة على أن تكون أكبر بعثة أزهرية لها موجودة في تشاد، لأنه لتكون منصة للانطلاق نحو دول القارة الأفريقية كلها، وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك مجالات تعاون عديدة في مجال الدواء، في الثروة الحيوانية يمكن أن يتم استيرادها من تشاد في التدريب. إذن أهمية هذه الزيارة بتاتي أستاذ أسماء إلى أنه تشاد تعتبر البوابة المصرية إلى الصحراء الإفريقية.
نعم، وهناك أيضا مجال مهم يجب أن أو سيتم ويتم التعاون فيه بالفعل، هو مجال مكافحة الإرهاب التي تتعرض له مصر وتشاد ومنطقة الساحل والصحراء كلها. بالطبع بالطبع، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر متواصل لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من المشهد، على أمل اللقاء، دمتم فيها.